لا توجد خطط ولا يوجد اقتصاديين ولا يوجد أي برنامج حكومي تم إعداده من عام 2003 ولغاية الآن عبر كل الحكومات، لأنه ما بني على خطأ استمر على خطأ، ما بني على خطأ استمر على خطأ. لم نشهد أي خطة خمسية أو سنوية أو ما شاكل ذلك أو عشرية. إحنا من البداية من عام 2003 وبعد مجيء مجلس الحكم وقلنا يجب أن تطبق العدالة الانتقالية في هذا البلد المظلوم، فيه خيرات كثيرة، ردنا نسوي مشروع اقتصادي كبير. نعم. وهذا المشروع الاقتصادي الكبير اسمه يشابه لمشروع مارشال الذي تم طرحه بعد الحرب العالمية الثانية. كل البلدان التي تعرضت إلى حروب كان هناك مشروع اقتصادي تنموي بعد تلك المآسي أو الحروب. هذا موضوع بديهي. احنا تعرضنا إلى حرب شرسة وقاسية وكنا طالعين من حصار اقتصادي، فإذا المعادلة يجب أن تكون بمشروع اقتصادي. وكنا مجموعة من اقتصاديين من داخل وخارج البلاد تم إعداد هذه الفكرة. في البداية لم تكن هناك أحزاب ولا ميليشيات ولا تكتلات ولا قوى أخرى. كان المفروض أن الدولة وزعماء الكتل بعد ذلك أنه تراعي أن ثروات هذه البلد يجب أن تكون أمينة.